أسرار غير متوقعة عن زوجة الرئيس السوري بشار الأسد كشف عنها صحفي سوري بعد خروجه من سوريا، حيث كشف عنها معلومات مفاجئة. فماذا قال؟ خلال الفترة الماضية كثر الحديث عن دور السيدة الأولى أسماء الأخرس في سوريا، فالبعض قال إن دورها تخطى كونها زوجة الرئيس ووصل إلى ما هو أبعد بكثير وهو اقتصاد البلاد، والبعض الآخر قال إنها بعيدة كل البعد عن المسائل السياسية والاقتصادية في سوريا. لكن الصحفي السوري كنان وقاف، والذي خرج من سوريا منذ فترة بعد تعرضه للاحتجاز والملاحقة أكثر من مرة من قبل الحكومة السورية، كشف أسراراً غير متوقعة. فكينان كشف عبر تسجيل مصور على حسابه الخاص على موقع فيسبوك أسرار آل الأسد، حيث قال إن أسماء الأسد لديها مكتب سري تصدر من خلاله القرارات، فهي المسؤولة الأولى عن فرض الإتاوات على التجار في سوريا وبالأخص في دمشق وحلب، كما أنها تصدر أيضاً القرارات المتعلقة باقتصاد سوريا بما يعود بالنفع عليها وعلى المقربين منها. حديث الصحفي السوري عن دور أسماء الأسد في سوريا وتحكمها في اقتصاد البلاد سبق وأكدته مصادر عدة، فمنذ فترة نشرت صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية تحقيقاً مفصلاً قالت فيه إن زوجة الأسد تقود من داخل القصر الرئاسي مجلساً سرياً مهمته الهيمنة والتحكم باقتصاد سوريا. وبحسب الصحيفة الأمريكية فإنها اعتمدت في تحقيقها على شهادات 18 شخصية مقربة من النظام السوري، من بينهم رجال أعمال ومدير شركات وموظفون في منظمات إغاثية ومسؤولون سابقون في مؤسسات النظام. وبحسب ما جاء في تلك الشهادات فإن أسماء الأخرس تعمل منذ سنوات طويلة على تشكيل شبكة محسوبيات واسعة بالاعتماد على المنظمات الخيرية وغير الحكومية التابعة لها كالأمانة السورية للتنمية. وأكدت الشهادات أن أسماء الأسد كان لها دور أساسي في الإطاحة برجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ممن لا يدينون بالولاء لزوجها، فهي من فككت بالتعاون مع زوجها وشقيقه ماهر طبقة التجار التقليدية في سوريا، وابتكرت أساليب جديدة تسمح باستثمار الأزمة اقتصادياً كي تكون ثروة شخصية، حتى صار اسم أسماء الأسد رمزاً يشير إلى هذا النظام الاقتصادي الجديد. كما أن أسماء الأخرس هي المتحكمة الأولى في تدفق أموال المساعدات الدولية إلى سوريا، حيث إنها تهيمن على منظمة الأمانة السورية للتنمية والتي أسستها في عام 2007.